صباح الخير. صباح النور يا فندم. كنت قريت في الجورنال ان انتوا عاملين عرض تحفه، ان انا اخد اوضه عليها اوضه فري. بالظبط يا فندم، بس انا شايف حضرتك لوحدك، يعني حضرتك هتحتاج الاوضه التانيه دي لمين وعشان ايه؟ لا انا عايزه الاوضه الفري بس يا فندم. عايزه الاوضه الفري بس. نعم نعم الله عليك. طب استاذنك بقى ثانيه واحده عشان اخد المهدئ بتاعي. لا ما انا جايه تعبانه، مش هستناك تاخد المهدئ بتاعي عشان اعرف اتعامل معاكي. انا جايه تعبانه ومحتاجه ارتاح. بقول لك عشان اعرف اتعامل مع حضرتك محتاجه ارتاح. خلاص مش مهم انا ارتاح. وانا اسف جدا يا فندم، مع احترامي الكامل لحضرتك، ما ينفعش تاخدي الاوضه الفري من غير ما تاخدي الاوضه اللي بفلوس. يعني ايه ما ينفعش؟ ده كان اعلان مضروب؟ انتوا بتضحكوا على الناس وخلاص؟ ابلغ شرطه السياحه تيجي تشمع لكم المكان ده كله؟ بتضحكوا على الناس يا فندم؟ يا فندم اهدي بس شويه، احنا في اوتيل محترم. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ المحامي بتاعهم؟ لا يا فندم، انا المحامي مستر فارس صاحب الاوتيل والمدير العام. اهلا وسهلا. انت بقى اللي بتعمل اعلانات مضروبه؟ انت اللي عايز تبوظ السياحه؟ ابلغ شرطه السياحه؟ بالراحه بالراحه، بس هو عشان مش هنقعدك ببلاش يبقى الاعلان مضروب؟ يا عم اهدى شويه، دي ممكن تكون صاحبه النصيب. شكلها صاحبه مشاكل. اهدى. بقول لحضرتك ايه، انا مش شايف مع حضرتك حد، يعني لا جوزك ولا ماما ولا خطيبك مثلا. انا لا عندي جوز ولا خطيب، وماما مريحه في البيت، وانا جايه رايح هنا عشان اعصابي تعبانه، وهاخد الاوضه الفري. يعني هاخد الاوضه الفري؟ من حقك طبعا يا فندم. طبعا ميرسي قوي. طبعا الاكل ببلاش؟ لا الاوضه ببلاش، الاكل بقى بفلوس. عيب قوي، عيب لما تبقى صاحب الاوتيل والنزله بتوعك يجوعوا. ايه هتنزلونا عندكم وتجوعونا؟ ابلغ شرطه السياحه بقى. طبعا يا هانم ما يصحش، والله ما يصح. الاكل عندنا فري، الهاتي زي ما انت عايز، بوفيه مفتوح، فطار وعشاء. لا 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 ده كده كتير بقى. حضرتك قلت فطار وعشاء، وبالنسبه للغدا ما تغداش؟ اجوع اموت. لا الغدا على حساب حضرتك، انا ما شفتش كده قبل كده. هو قال حسابك؟ ولا كانك سمعتي حاجه. الغدا كمان على حسابنا؟ لا ده كتير قوي بقى يا جماعه. اسكت شويه ما تطيرش عروسه لحيلتنا. عروسه ايه؟ مش باين. لو سمحت يا كابتن. لا بس بلاش اداء التناكه ده، عشان مش لايق خالص على لبس صغير على الحب. عايزه ايه؟ اخلص. حاضر. مفتاح الاوضتين مش كانوا اوضه فري؟ فجاه بقى اوضتين. هو انتوا مش كاتبين ان الاوضه عليها اوضه فري، ولا احنا بنقول الكلام وبنرجع فيه؟ لا 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 بص يا حضرتك، لحظه واحده، ايه رايك تاخدي الساعه كمان؟ اتفضلي. عامله كام دي؟ تيجي تقلبنا. ماشي. سي لا كانتالوب. ده كانتالوب؟ يا سلام، الله يسلم كانتالوبك، احلى كانتالوبك شربته في حياتي. ايه ده انت؟ في ايه؟ انت فاقد الذاكره ولا ايه؟ انت؟ انا ايه؟ انا شفتك قبل كده. لا 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 ما اظنش خالص، ما اظنش. لا شفتك. لا ما اظنش خالص يا سيدي. عايز ايه؟ مش انت اللي جيت فرح مسيو فارس؟ انا؟ ايوه، حتى بالاماره قلت لي انك ميكس قرايب. انا ميكس قرايب؟ ايوه. لا 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 انا ميكس فراوله وده معروف. انا مش بهزر انت والله. سيبك انت، انا عايز اعرف استاذ قنديل عمل ايه بعد ما الفرح باظ. مسيو قنديل الله يرحمه. لا ما تلاقوش بإذن الله خير، بس انتوا شوفوا دكتور محترم. ايه؟ بقول لك مات. مات؟ ايوه. مات ازاي؟ مات ازاي؟ تعالى هنا. مات ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده بالراحة؟ ما ينفعش يموت، ده لو مات اقتله. ما تعملش في نفسك كده، بس والله عشان دمعتي قريبة. يا نهار اسود، قنديل مات. مات والله. قنديل مات. يا نهار ابيض. قنديل مات يا ناس. جاي لك يا قنديل. يا دكتور امجد. قلبي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا هانم، خشي برجلك اليمين، منوره الاوتيل كله والله. يا اهلا، احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد. اتفضلي يا فندم. هي دي بقى الاوضه اللي انتم متشمللين عليها وعاملين عنها الاعلان، وخد اوضه تاخد التانيه هديه وكده؟ الحمد لله على السلامه يا هانم. طيب منوره الاوتيل كله يا هانم. ده منور بوجودك. ويفيد بيه وجودي اذا كان وجودي زي عدمه. اي خدمه؟ ايه العمق ده؟ يعني انا بقول لو حابه تغيري عمله فتديني فلوس عشان اغيرها لك عشان التبس. انا اغير عمله واديك تبس الاثنين؟ انت عايزني انا اغير دولارات؟ والله لو حابه تديني التبس بالدولار يبقى كتر خيرك، وكله من ذوق حضرتك، انا بقبل كل العملات. انت طيب قوي. ميرسي. لا بجد طيب. انت اسمك ايه؟ سعيد. انا اسعد. ربنا يخليكي، ولو حابه تدفعي بالفيزا انا جاهز. انت معاك مكنه فيزا يا سعيد؟ ومعايا كروت شحن جميع الخطوط بسعر التكلفه. انت صعبت عليا قوي. اعمل ايه؟ ما هو غصب عني. حب ما تعمل لانك لن تعمل ما تحب.
لا إله إلا الله. طب يا سعيد غير لي 10 دولار بسرعة. من عيني. بسرعة يا سعيد. بسرعة يا سعيد. حاضر يا فندم حاضر. اتفضلي يا فندم. لا لسه 10 جنيه. ما معيش فكة يا فندم. خدهم بقى من الريسبشن وقول لهم يضيفوها على حساب الأوضة عندي. أيوه يعني حضرتك هتدفعهم لي دلوقتي ولا وأنت خارجة؟ أنا مش فاهم. سعيد. سعيد الأوضة ببلاش، يعني كل حاجة تبعها ببلاش. معروفة. حاضر. مع السلامة. حاضر. سعيد ال 10 جنيه. حاضر. رحت فين ايه ونيلت ايه؟ ما انا بتلقح جنبك يا دكتور اهوت. يا فندم انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على مخي. اصل انا مخي مشتت ما بين ان عندك ازمه قلبيه او ازمه كلويه. ازمه كلويه ايه ونيلت ايه؟ انت دكتور ولا فرارجي؟ ما تتصل بالاسعاف يجي يلحقنا احسن. يا فندم اسعاف مين؟ انت فاهم الفندق ده غلط، دول مش لاقيين ياكلوا، لو معاهم فلوس كانوا جابوا دكتور بدالي. لا حضرتك ما تفهمش غلط، قصدي كانوا جابوا طقم من الاطباء يكشف على جميع النزلاء هنا في الفندق. يا نهار اسود ومنيل، انت تقصد ان هم على الحديده بيلحسوها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه ليه كل ده في ايه؟ لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا 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 اطلع على الشزونج كده، اطلع على الشزونج. لا لا ما تقلقش ابدا ابدا ابدا، احنا كاطباء بنحب نشخص المرض بعد كده نوصف العلاج. حضرتك خريج طب؟ لا انا خريج زراعه قسم خلايا نحت. المهم ابو العلي. لا لا ما تقلقش باذن الله خير، ما تقلقش. قولي مش فارس المفروض ورث جده؟ ايوه يا فندم، بس في مصيبه، في وصيه، فارس لازم يتجوز في خلال شهرين عشان ياخد تلت التركه. تلت يا نهار اسود ونيل، تلت التركه؟ طب والتلتين التانيين؟ ديون بتلتله. ديون طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ده المفروض فارس هو اللي يعيط. اتسحلت مع حضرتك وزمان البوفيه خلص. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما تقلقش هتلحق البوفيه، انا هكتب لك بس على شويه مقويات وفيتامينات تاخدها بعد الاكل باذن الله تمام، وتجي لي يوم الثلاث اكشف عليك تاني وباذن الله خير. يلا 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 قوم 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 عشان تلحق البوفيه. يلا يلا اتفضلي. حلو كده؟ ما كان من الاول مرضيه كده يعني؟ مساء الخير. بقول لك ايوه، لف لي بقى الاكل بيت الكوامنا. هو فين يا فندم الاكل اللي لفهولك؟ لا انت حضرتك منظفه الاطباق اكتر من غساله الاطباق اللي في المطبخ. لا في اكل وركز هتلاقي ان في اكل. اكل ده ولا مش اكل؟ لا اكل اكل اكل. الف لها البقدونس يعني؟ يا عم خش هتلاقي اكل من المطبخ بقى. يلا خلص. من الصبر يا الله. هي العيلة كانت معاكي ولا عازمة حد يعني؟ أيوة عقل، انتوا اللي عازميني طبعا. أصل شايف يعني كوباية عصير كتير وكده. لا أبدا، أصل أنا طلبت من الجرسون المغفل ده قلت له عايزة عصير كوكتيل. تخيل يجيب لي كوباية واحدة فيها كل الفواكه على بعض. عك، وأنا أكتر حاجة بكرهها في حياتي العك. أمال الكوكتيل بتاع حضرتك يعني بيبقى عبارة عن إيه؟ زي ما أنت شايف كده، هو كل فاكهة لوحدها وأنا أقلبهم جوه. آه اطلب لك كوكتيل؟ لا 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 مفيش مكان على الترابيزه اصلا لاي حاجه. انا سالتهم في الريسبشن، انت ما سبتيش بطاقه. انا معيش بطاقه. ليه؟ والله انا رحت اطلع بطاقه، خدت الخطوه يعني ورحت اطلع بطاقه، لقيتهم هناك بيقولوا لي عايزين 30 جنيه ثمن الاستماره. انا ما طلبتش استماره، انا كنت عايزه البطاقه فمشيت. قلت مش مشكله يعني، انا كده كده ما بستخدمهاش كتير. طب على الاقل اعرف اسمك ايه؟ حاتمه. نعم. حاتمه الطائي، مؤنث حاتم الطائي. بابايا الطائي سماني حاتمه علشان كان عارف كويس قوي ان انا هطلع كريمه. لا واضح جدا، واضح. تصدق بايه؟ لا اله الا الله. فلوسي كلها ضايعه على صحابي، كلها. انا ما بهتمش بالماده، اخر حاجه بهتم بيها هي الماده. لا ما هو باين باين. حضرتك ما فكرتيش تتجوزي؟ فكرت. فكرت وبالفعل كنت مخطوبة لشخص قذر. نعم. بخيل، جلدة، معفن، منتن، مقبر. مقبر؟ مقبر.
تخيل كان عايز يديني المهر وانا اللي جاهز. المفروض ايه اللي يحصل يعني؟ لا، العرف بيقول ان هو يديني المهر ويجهز. اه، فايه اللي حصل يعني؟ اعمل كده بصراحه ما اقدرش انكر. اداني المهر وجهز، جاب العفش كله، دبهولي، عفشي، بعته، اتضايق، سبته مقبر.